تألق حكيم زياش مع المنتخب الوطني أثار موجة غضب عارمة في الجانب الهولندي بسبب التفريط في موهبة كبيرة بقيمة لاعب ياكس أمستردام. هذه التعليقات الهولندية والتصريحات الأخيرة وصفها زياش بنفاق، حيث أكد أن الهولنديين يهاجمونه وينتقدونه والآن يشيدون به ويشكرونه ويحسون بالندم، مشيرا إلى أن قرار اللعب للمغرب أفضل قرار اتخذه، حيث قال الموقع فولكسكارنت: إنه أمر مضحك. في البداية يصفرون علي ويهاجمونني في وسائل الإعلام، والآن يريدون أن نلعب مع هولندا، هذا ربما أشبه قليلا بنفاق. أنا لا أريد أن أشغل بالي بهذا الموضوع، وأنا سعيد باختيار القلب في النهاية، وفخور باللاعب البلدي. هنا يمنحون لي قيمة، والمنتخب البرتغالي لا يهمني، وأنا أعمل على أموري الخاصة. Gotta catch 'em all.